اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل من المطبخ الغربي نقول، ولكن في تركايه، في خبره طهويه. كلنا بنسال عن البصل القرمه، ده مشهور جدا في المطبخ الشامي او البصل الكويزات. وعندنا الارض الطيبه احلى ارض تطلع بصل، اذا كان احمر او ابيض او البصل الاخضر في البشائر بتاعته. فانا عايز اعمل طاجن اللحمه النهارده بالبصل القرمه. بصل القربة يعني بصل بيبقى كله حجم بعضه تقريبا، في منه البعض بيبيعه زي كده في اطباق، والبعض ان احنا ممكن بنشتري البصل من عند الراجل بتاع الخضار بنقيه معانا بالشكل ده كده. ده اختصارا للماتيريال بتاعي. معايا النهارده طاجن كمان لسان العصفور بالخضار، معانا بسله ومعانا كوسه، نقدر نحط جزر حسب الرغبه. ازاي نعمل لسان العصفور؟ كبار السن بيحبوه لان بتبقى حاجه طريه ولطيفه وسريعه الهضم وكمان سريعه المضغ. نيجي للفاصوليا الخضراء حبيبة قلبي، دي أنا بحبها جدا، وخاصة لما تكون خضراء بالشكل الجميل، مفيدة جدا للقولون والجهاز الهضمي، مشاكل الإمساك. عندنا الفاصوليا الخضراء عايز أعملها النهاردة يخني بالطماطم، ونحط معلقة سكر على صوص الطماطم عشان مشاكل الحموضة، عشان تبقى الأكلة دي بنستفيد بيها من كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم وخاصة الجهاز الهضمي. الخضروات في الشتاء مالية السوق، خلينا نستغلها إذا كانت الفاصوليا، إذا كانت الخضروات كلها من الخس والجرجير. أنا مش عايز أطول لحضراتكم لأن عدة تفاصيل كتيرة في الحلقة، والأكل النهاردة فيه تفاصيل وفيه خبرة طهوية. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لعمل طاجن اللحمه بالبصل القرمه. نروح على المطاعم بنلاقيهم بيقدموه باشكال مختلفه، البعض يحطه في طاجن فخار بصل وقرمه وصوص حلو كده وبتغطي بعجينه. دي فكره ان احنا ممكن نعمل نفس الفكره وعليها عجينه كده، واخواننا في الهند بيقدموه كده مع صوص الكاري مع الصلصه والزبيب، بيبقى لطيف وجميل. انا هعمله النهارده بالبصل، ولكن الشيف المغازي له تركايه مع بصل القورمه او بصل القرمة او بصل الكويزات المسميات بتاعته او البصل الصغير. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة، معانا بصل ومعانا لحمة متقطعة مكعبات صغيرة، بتكون حتة لحمة ضاني كده ملبسة زي الفل، حلو قوي. وما تنسوش طبعا مهم جدا التوابل اللي بتناسب اللحمة الطازة، ملح وفلفل وبس، ما تكترش توابل كتيرة، التوابل بتخلي حتة اللحمة تهرب مننا. معانا بصل كويزات ومعانا كمان اللحمة بتاعتنا، ومعانا طبعا فص توم طازه زي الفل، وبصله ناعمه، وورق لورا، وحبهان وحبهان. دي المقادير. تعالوا نشوف ازاي هنعمله مع بعض. هتقول لي يا شيف مش عايز اختراع والموضوع بسيط وسهل. واحده واحده عليا. ادي الطاسه على النار، اسيبها تسخن جامد جدا. انا عايز طعم البصل ده يرجع لمدرسه البصل المشوي بتاع امهاتنا. كانوا زمان لما بنخبز في البيت كلنا طبعا، اللي فوق السطح اللي عنده حته واسعه قدام البيت، وده موجود في الريف المصري والصعيد المصري، كلنا نشهد ذلك يعني. بعد ما بنخلص الخبيز بيتحط مثلا 5 6 بصلات 10 بصلات في قلب الفرن بعد الخبيز، درجة حرارة الفرن تسويه حلو، ونشم ريحة البصل على بعد كيلوهات. شوية بطاطا حلوين مغسولين يتحطوا في الفرن، شوية بطاطس في الفرن يتغسلوا ويتحطوا، وهكذا، ويا رب يرجع الزمن الجميل ده بعد ما بنخلص الخبيز بتاعنا. فأنا هرجع للمدرسة دي بتكنيك عالي شوية. طاسة سخنة على النار، بحط البصل زي ما هو سليم كده من غير أي مادة دهنية، خالص زي ما هو كده، مش هقرب منه ولا احط لا زبده ولا سمنه ولا زيت، حلوه، واسيبه كده. ايه الفكره هنا مغازي؟ الفكره في ان انا بشوي البصل هنا بطريقتي في طاسه شديده الحراره، بسيبه كده. والله العظيم بدات اشم ريحه البصل، والشاهد على الكلام ده الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، الله يكون في عونهم مع الريحه الحلوه اللي احنا بنشمها. بدات اشم ريحه البصل لانه بينزل سائل لطيف وجميل بيصطدم مع درجة حرارة الطاسة فبيديني روايح حلو قوي. هسيبه على النار كده زي ما هو واشوف اللي بعده. عند حتة اللحمة بتاعتنا نأمن عليها نسبة الدهون تقريبا فيها من 20-30% بالشكل ده كده، وتبقى حتة لحمة طازة. ومدرسة المغازي بتقول إن اللحم الطازة ما يتغسلش بعد التقطيع، يفضل إن احنا نغسلها وهي سليمة، جبناها من عند الجزار سليمة، بنغسلها وهي سليمة وننشفها بشاشة ونقطعها زي ما احنا عايزين، شاورما نقطعها مكعبات حسب الرغبة. ولكن إذا جبتها من عند جزار لازم جزار معرفة ونثق فيه عشان اللحم ما ينفعش يتغسل بعد تقطيعه. ونحط الفلفل ده كده هنا، ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي القرفة الخشب والحبهان السليم،
البصل هنا بيتشوي، ورق اللورو بالشكل ده كده، واقلب. ده تشم ريحه البصل الحلوه اهو. هقلبهم كده من وقت للتاني وانا رايح جاي عليهم كده اهو. وعندي بقى ميه بتغلى على النار. شفت البصلايه كده اساتذه المصورين؟ شايف البصل اللي بيتحمر ازاي؟ اهو اهو بدا ياخد لون اهو، من غير لا سمنه ولا زيت ولا زبده. طب ايه السبب يا شيف مغازي وايه الهدف من ورا ده؟ ان انا بشم ريحه البصل المشوي في قلب اللحمه اهو اهو، والتوابل اهو. ده على الناشف اه، حلو قوي. عندي حله بتغلي على النار فبوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل اهي زي الفل. ميه، بدل ما استخدم ميه عاديه بحط فيها فص ثوم، شويه بصل، شويه كرفس، تبقى عندي زي شوربه خضار. ما استخدمش مكسبات الطعم خالص، حضراتكم شاهدين على كده من يعني من سنين فاتت. بعتمد على اصابع يدي العشره اللي هي اكله ام وامهاتنا واجدادنا، انك انت ببساطه تقدري تطلعي طعم الاكل بتاعك. هناخد الشوربه الحلوه دي كده اهو في قلب الطاسه اهو. الله اه، شويه ميه صغيرين كده اهو. ما حطيتش لا سمنه ولا زيت، انا عايز انزل الفليفر والطعم بتاع ميه البصل اهو اهو. دي المدرسه اهو، زي ما انا شغال كده زي الفل اه. واستنى على الميه دي ما تنشف شويه اه. ناخد اللحم بتاعنا نسقطه كده. فين السمنه يا شيف؟ فين الزبده؟ هستغل الدهون اللي موجوده في حته اللحمه، هتسيح دلوقتي مع الطاجن بتاعي، ويبقى انا كده ايه استفدت بالدهون اللي موجوده من غير لا زبده ولا سمنه ولا زيت. احنا مش هنقول رجيم برضو عشان ما ناخدش الكلام بمعنى تاني، احنا مدرسه تانيه ان انا اعمل طاجن اللحمه بالبصل القورمة. فانا عايز البصل هنا سيد الموقف، عايز البصل هنا هي اللي ريحته حلوه اه بالشكل ده كده. مش عارف حاطين له خضار كتير ليه مع اللحم اه، بس حته اللحمه ملبسه حلوه تتاكل وهي نيه. هي اللحمه بتتاكل نيه؟ اه طبعا يا شيف، الكبه النيه المشهور بيها المطبخ اللبناني، اخواننا ببيروت. حته لحمه هبره تتجاب من عند الجزار، تنطحن ناعم، تتفرم ناعم، بتاخد يا عم الشيف يا اما برغل يا اما بقسماط يتفرم عليها، وحبتين عين جمل مع معلقه هريسه حلوه مع ورقتين نعناع اخضر، كل ده بمفروم ناعم عامل زي الحمص الشام. بعدين يتدور في الطبق زي الحمص الشام، وبعدين تزين بعين الجمل اه. دي بالنسبه للكبه النيه، شايفين اهوت. ليه سموها كبه نيه؟ لان مكوناتها نفس مكونات الكبه المقليه، لحم وبرغل، بس دي طبعا بتتفرم على الكبه وبعد كده تتقلي او تتعمل صينيه. ده بالنسبه للكبيبه. اما الكبه النيه، ني في ني، برغل ني بيتغسل بتاع التبوله، بيتحط على لحمه هبره مع نعناع مع عين جمل مع بقسماط مع معلقه هريسه حلوه ملح وفلفل، وفي الاخر ينزل على المفرمه ناعم جدا او في الكبه، وهي دي الكبه النية. ويفضل تكون اللحم طازه مش مجمد، واللحم ما يتشالش في التلاجه اه. اللي عايز ياكل كبه نيه اه. دي اكله مشهوره جدا في المطبخ البيروتي او اللبناني عموما. طاجن اللحمه قدامنا على الشاشه من غير لا سمنه ولا زبده ولا زيت. هتحط الزبده امتى يا شيف؟ مش دلوقتي خالص، لما الطاجن ده يقرب يستوي زي ما هو كده يا عم الشيف. بخليه على النار من وقت للتاني، بغطيه واسيبه على النار. حلو الكلام؟ طيب خلونا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن البسله بالجزر. طاجن البسله ولسان العصفور معانا، لسان العصفور بيتحمر على النار بالشكل ده كده، وعشان لسان العصفور يبقى لون واحد بنحط معلقه ملح في التحمير. وجود معلقه زبده صغيره بيساعد على احمرار لسان العصفور او الشعريه سريعا اهو. طبعا محمرونه من شويه. المقادير على الشاشه، الاكل بيطلع كله مع بعضه ازاي. لسان عصفور، جزر مقطع مكعبات كريهات، وكوسه، ومعانا بصل وتوم. ابدا انزل بالزبده على لسان العصفور بالشكل ده كده، وهو بيتحمر بحط بصلايه ناعمه
الاكل النهارده فيه تفاصيل كتيره، فيه خبره طهويه زي كل يوم. بس النهارده شويه زياده. ليه؟ لان احنا بنعمل اكل بمدرسه تانية خالص. حلو الكلام. عندنا اللحمه حطيناها على النار، اللي بنعمله بصل قورمه، وشفنا ازاي الطاجن هيطلع معايا دلوقتي طعمه مختلف. الحواوشي بطريقه سريعه كده علشان حبايبي اللي عايزين يعرفوا الحواوشي يعملوه ازاي، انا بحبه كده وجربيه على الطريقه اللي انا بحبه. حته اللحمه الهبره تتفرم او اللحمه ملبسه يعني، جبناها من عند الجزار مفرومه، اهلا وسهلا. بنحط عليها معلقه سمنه بلدي او معلقه زبده، حاجه من الاثنين زي ما هي، ونحط عليها بصلايه وتومه متحمره مسبقا. يعني تجيبي طاسه معلقه زيت او معلقه سمنه وتحمري بصل وتوم شويه حلوين محترمين، وتنزلي بهم على اللحمه بعد ما تحمروا بالسمنه او بالزبده اللي انت محمرها فيها. حلو قوي. ونحط البهارات بتاعتنا، ملح وفلفل، شويه شطه، فلفل حار، فلفل اخضر زي ما انت عايزه، ونقلبها جامد. وهي ده الحواوشي ببساطه خالص، مع شويه بقدونس ناعمين لطاف كده زي الفل. طب ليه حمرت البصل والثوم يا ابو غازي؟ دي مدرستي انا، من الناس اللي مش بيحبوا البصل ني في قلب الرغيف الحواوشي، بشم ريحه البصل المصنن في قلب الرغيف. ادي لسان العصفور مع البسله والجزر، زي الفل. حتى اللون يفتح النفس، انا بحب قوي لون الجزر في كل الاكل. صياديه نحط جزر ماشي، لسان العصفور مع الجزر ماشي، شوربه الجزر ماشي. ليه يا عم الشيف؟ لما بكون جعان وماليش نفس ابص للون البرتقاني، وعندي تيشرتات برتقاني كتير، اللون البرتقاني بيفتح النفس. علم الالوان هو اللي قال كده. شفتوا؟ كل ده مع بعضه زي الفل. عينيا زي كده قلبناه كله مع بعضه، ونحط شويه البهارات بتوعنا قبل ما نطلع فاصل بتاعنا. عندنا البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، ملح وفلفل وبابريكا، نظبط الطعم كده. وناخد شويه شوربه حلوين من اللي عندي. شفت ازاي الشوربه نافعانا؟ بتخليك واثقه من نفسك في المطبخ. الشوربه اللي بتغلي على النار دي. كله مع بعضه كده زي الفل، بسويه كده. يلا مخرجنا اسد زيت المصورين حبايبي، الصوره الحلوه اوبا مع بوكيه جرني لطيف وزي الفل. العب يا سمك. هو ده، خلص الكلام. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير. بعد الفاصل هنشوف ازاي نعمل مع بعض طاجن اللحم بالبصل القورمة. عندنا كمان طاجن لسان عصفور بالبسلة والجزر والكوسة. اذا انت حابة ما تنسيش الفاصوليا الخضراء الطازة الجميلة، مفيدة جدا لجهاز القولون ومشاكل الامساك. اوعى تروح بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمدرسة المغازي لعمل طاجن اللحم بالبصل القورمة. هتقول لي ايه الجديد؟ انا عايز تصبر على رزقك كده، عشان الحاجة لما بتيجي على الهادي تبقى حلوة ولطيفة. حلة على النار او الطاسة فيها البصل، شوحناه من غير لا زبدة ولا زيت ولا سمنة، حطينا اللحم بتاعنا والتوابل بتاعتنا اللي هي الناشفة اللي هي القرفة والحبان والورق اللورو، كل ده مع بعض، وجنبيهم طاجن بسلة، قصدي اللسان العصفور بالجزر والكوسه، بيستوي على النار. حلو قوي. الاكل كله النهارده مربوط مع بعض يا استاذ رحاب، يعني مفيش حاجه منفصله. عايزين نشتغل في الطاجن لسه مع بعض. هنحط هنا مكعبين من الزبده، هنا بقى الصوص بتاع البصل وصوص اللحمه بقى اللي احنا بندور عليه بتاع المطاعم. ركزي بقى في الموضوع ده كده. دي زبده، بحط على الزبده دي فص توم. الله عليك لما تشتغل بالابداع. ده التوم مع الزبده، سريع الاحمرار، التوم مع الزبده، بحط شويه زعتر. هنا السر، هنا بقى السر في الطاسه وجبنه الخلاصه زي ما بنقول. نقلب كده. تومه زبده، تومه زبده، زعتر. عندي الزبده وعندي التومه والزعتر، معلقتين دقيق، سريع التقليب كده علشان طعم الزبده مع الدقيق اشمه. مدرسه البشاميل، عايز الايه؟ البراون صوص اللي هيطلع نتيجه تحمير الدقيق مع الزبده والزعتر. التحميره دي مطلوبه، خلي بالك. انا ما زلت بحمر الزبده مع الدقيق مع الزعتر والثوم. زبده ودقيق وزعتر وثوم، اربع حاجات، ما حطيتش حاجه ثانيه. شغال انا كده.
لغايه لما اشم ريحه الدي والتحميره. شفت القصه دي؟ اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد اللحم ده اهو، شفت اللحم، وانزل بيه هنا كده. هي التركية دي مهمة جدا. اخد شوية يعني كده كمان كل الكمية شفت البصل نازل ازاي؟ استوى البصل واللحم استوى من غير لا زبدة ولا سمنة ولا زيت زي ما هما كده. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا يلا بينا يا شباب، يلا صلي على الحبيب قلبك يطيب. ده المطبخ. يا ويلي الطاجن بيتكلم مصري، لان طعم البصل المصري هنا مسيطر حتى لو كانت اللحمه لحم يعني بص بقى ايا كان نوع اللحم. بس خلاص زي الفل. نقلب كده الدقيق اللي مع الزبده اللي مع الزعتر بيديني قوام للصوص الحلو بتاعنا ده كده اللي اللحم والبصل عايم فيه، واسيبه على النار كده يغلي طعم الزبده مع الدقيق مع الزعتر مع الثوم. الف انا وشفا. نعم ده اختياري، عايزه احمر بنحطه طماطم، بس للامانه مش عايزه بالطماطم، يعني عايز اللون بتاعه ده كده علشان التفاصيل تبقى باينه. لو حطيت طماطم هيبقى يعني اللون بتاع البصل مع لون اللحمه كله مش زي بعضه، فانا حابه يبقى لونه ابيض كده لطيف وجميل. ده طاجن اللحم بالبصل القورمة على طريقه المغازي. تاني التفاصيل، حمرنا البصل من غير لا توم ومن غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه، خدنا الريحه بتاعته، نزلنا عليه بالتوابل، نزلنا طبعا باللحم بتاعنا وبقرن فلفل حار عشان يبقى فيه شويه سبايسي، وسبناهم يستووا على النار نص سوا. كنا مجهزين في طاسه ثانيه زبده وتوم ودقيق، حمرناهم مع بعض وخدنا طعم الفليفر بتاع الصوص او بتاع البشاميل، نزلنا بعد كده باللحم ونزلنا بشوربه مغليه او بوكيه جرنيه من اللي موجود عندنا. شايفه بدا اللحمه او ياخد القوام. شفت القوام بتاع حته اللحمه بدات تتغلف. تتغلف يعني ايه؟ تتغطى بالصوص بتاعنا الجميل الحلو. زي الفل يا عم. دي عايزه رز بشعريه، معانا رز بشعريه. ايه الحلاوه دي؟ دي عدلها شويه رز بالشعريه او رز ابيض. دي لو خدت كاري يبقى لحم بالكاري زي ما هي كده بالطريقه المصريه، عشان نبقوا عارفين برضو التفاصيل ماشيه ازاي. كل ما تغلى على النار كل ما حته اللحمه تاخد القوام وتتغلف. والبصل يتغلف بالصلصه بتاعتي او بالصوص بتاعي اللي هو البراون صوص. حلو قوي. ايه رايك في الطاجن ده؟ تمام. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل طاجن الفاصوليا الخضراء او يخنه الفاصوليا الخضراء بالطماطم. المقادير على الشاشه، المقادير يا عم الشيف على الشاشه. الله، لسان العصفور مع الجزر مع الكوسه، ايه الحلاوه دي؟ المقادير على الشاشه، بسله قصدي فاصوليا خضراء وعصير طماطم وبصل وتوم وملح وفلفل وزيت او زبده حسب الرغبه. والله انا عايز اعملها بزيت الزيتون للامانه عشان لو باتت اكلها. دي نوع مقبلات مشهور جدا في المطبخ اللبناني. لما انا بزود من البوكيه جرنيه بتاعي ده كده عادي واثق من نفسي، ليه؟ دي ميه مغليه فيها طعم، عكس ما اجيب ميه من البراد واحط. خلي بالك مش تخسري حاجه. حل على النار، تبقى انت مجهزاها لكده، بصلايه، فص توم، عود كرفس حلو كده، شويه بهارات، وحطهم في الحله يغلوا على النار جنبك. الطاجن ده جاهز كده دلوقتي، تعالوا نغرفه مع بعض عشان نكسب وقت. اللهم صل على النبي. في الطبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا. لسان العصفور ونسناه بجزر وكوسة وبصلة وتومة. الله، حلو قوي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده لكبار السن اللي انا بحبهم، الخير والبركة، ربنا يطول في عمرهم يا رب. حاجة كده سريعة المضغ وسهلة. تعمليها لبابا، لحماكي، لحماتك، الاطفال الصغيرين، خلي بالك. زي الفل. الف انا وشفا للي ياكل.
ممكن نحط شويه خضره احنا حابين، مفيش مشكله. خضره معانا اهيت، شويه بقدونس حلوين كده او كرفس. ده للتقديم يعني. زي الفل. وده اختياري برضه حسب الرغبه، كرفس او بقدونس. نشتغل في الطاجن بتاعنا. اخبار اللحمه يا ويلي، شايفين شويه اللحم الحلوين دول؟ اغرفها كمان بالمره. عينيا حاضريه جاهزه اهي، بس عايز اغرفها بشكل حلو قوي. او ما اعمل ايه بقى؟ تركايه هنا، اجيب طبق التقديم ده كده الحلو ده كده اهو، وعندي كسرات من الخبز، خبز البتاوي بتاع الريف المصري بتاع الصعيد المصري ده، خبز بتاوي اهو. اذا موجود عندك، مش موجود ممكن تحمصي كده رغيف عيش حلو. ركزي بس عشان انا بديك هنا التركايه، وان انا بجود في شغلي عشان بحبكم. ده خبز بتاوي بتاع الصعيد الجميل الحلو اللي انا بحبه. نقطعه كده او نكسره كده. ده للتقديم حلو ولطيف. ده مش موجود، هو موجود في اي سوبر ماركت من السوبر ماركات الحلوه. ممكن تجيبي عيش بتاعنا عادي وتحمصيه وتكسريه بنفس القصه بتاع الفته، بس احبه بالشكل الكبير ده كده. وناخد اللحم الحلو ده كده الله. ونسقطه هنا كده على وش الخبز، والصوره الحلوه مع الخبز الصعيدي تتحدث عن نفسها. وبصل كويزات، بصل قرمة من خير ارضنا، مع حته لحمه كندوز، وبتكنيك عالي من الخبره والخبره الطهويه كالعاده. ايه ده؟ ده البهاريز ده اقول لك تاكل صبع كرار. هو ده، الف هنا وشفا للي ياكل من ده. طلعوا لي فاصل يا شباب عشان نرجع نعمل مع بعض احلى طاجن فاصوليا جميل جدا، او يخنه الفاصوليا الحلوه بالطماطم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.
لما انا بزود من البوكيه جرنيه بتاعي ده كده بقى عادي واثق من نفسي، ليه؟ دي ميه مغليه فيها طعم، عكس ما اجيب ميه من البراد واحط. خلي بالك مش تخسري حاجه. حل على النار، تبقى انت مجهزاها كده، بصلايه، فص ثوم، عود كرفس حلو كده، شويه بهارات، وحطهم في الحله يغلوا على النار جنبك. الطاجن ده جاهز كده دلوقتي، تعالوا نغرفه مع بعض عشان نكسب وقت. اللهم صل على النبي. في الطبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا. لسان العصفور ونسناه بجزر وكوسة وبصلة وتومة. الله، حلو قوي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده لكبار السن اللي انا بحبهم، الخير والبركة، ربنا يطول في عمرهم يا رب. حاجة كده سريعة المضغ وسهلة. تعمليها لبابا، لحماكي، لحماتك، الاطفال الصغيرين، خلي بالك. زي الفل. الف انا وشفا للي ياكل. ممكن نحط شويه خضره، احنا حابين مفيش مشكله. خضره معانا اهيت، شويه بقدونس حلوين كده او كرفس. ده للتقديم يعني. زي الفل. وده اختياري برضه حسب الرغبه، كرفس او بقدونس.
اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل من المطبخ الغربي نقول، ولكن في تركايه في خبره طهويه. كلنا بنسال عن البصل القرمه، ده مشهور جدا في المطبخ الشامي او البصل الكويزات. وعندنا الارض الطيبه احلى ارض تطلع بصل اذا كان احمر او ابيض او البصل الاخضر في البشائر بتاعته. فانا عايز اعمل طاجن اللحمه النهارده بالبصل القرمه. بصل القرمه يعني بصل بيبقى كله حجم بعضه تقريبا، في منه البعض بيبيعه زي كده في اطباق، والبعض ان احنا ممكن بنشتري البصل من عند الراجل بتاع الخضار بنقيه يبقى معانا بالشكل ده كده. ده اختصارا للماتيريال بتاعي. معايا النهارده طاجن كمان لسان العصفور بالخضار، معانا بسله ومعانا كوسه، نقدر نحط جزر حسب الرغبه. ازاي نعمل لسان العصفور؟ كبار السن بيحبوه لان بتبقى حاجه طريه ولطيفه وسريعه الهضم وكمان سريعه المضغ. نيجي للفاصوليا الخضراء حبيبه قلبي، دي انا بحبها جدا وخاصه لما تكون خضراء بالشكل الجميل، مفيده جدا للقولون والجهاز الهضمي، مشاكل الامساك. عندنا الفاصوليا الخضراء عايز اعملها النهارده يخني بالطماطم، ونحط معلقه سكر على صوص الطماطم عشان مشاكل الحموضه، عشان تبقى الاكله دي بنستفيد بيها من كل العناصر الغذائيه اللي بيحتاجها الجسم وخاصه الجهاز الهضمي. الخضروات في الشتاء ماليه السوق، خلينا نستغلها اذا كانت الفاصوليا اذا كانت الخضروات كلها من الخس والجرجير. انا مش عايز اطول لحضراتكم لان عدت تفاصيل كتيره في الحلقه، والاكل النهارده فيه تفاصيل وفيه خبره طهويه. هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لعمل طاجن اللحمه بالبصل القرمه. نروح على المطاعم بنلاقيهم بيقدموه باشكال مختلفه، البعض يحطه في طاجن فخار بصل وقرمه وصوص حلو كده وبتغطي بعجينه، دي فكره ان احنا ممكن نعمل نفس الفكره وعليها عجينه كده، واخواننا في الهند بيقدموه كده مع صوص الكاري مع الصلصه والزبيب بيبقى لطيف وجميل. انا هعمله النهارده بالبصل، ولكن الشيف المغازي له تركايه مع بصل القاورمة او بصل القرمه او بصل الكويزات المسميات بتاعته او البصل الصغير. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشه، معانا بصل ومعانا لحمه متقطعه مكعبات صغيره، بتكون حته لحمه ضاني كده ملبسه زي الفل، حلو قوي. وما تنسوش طبعا مهم جدا التوابل اللي بتناسب اللحم الطازه، ملح وفلفل وبس، ما تكترش توابل كتيره، التوابل بتخلي حته اللحمه تهرب مننا. فعانا بصل كويزات ومعانا كمان اللحمه بتاعتنا ومعانا طبعا فص توم طازه زي الفل وبصله ناعمه وورق لورا وحبهان وحبهان، دي المقادير. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمله مع بعض. هتقول لي يا شيف مش عايز اختراع والموضوع بسيط وسهل، واحده واحده عليا. ادي الطاسه على النار اسيبها تسخن جامد جدا. انا عايز طعم البصل ده يرجع لمدرسه البصل المشوي بتاع امهاتنا. كانوا زمان لما نيجي بنخبز في البيت كلنا طبعا، اللي فوق السطح اللي عنده حته واسعه قدام البيت، وده موجود في الريف المصري والصعيد المصري، كلنا نشهد ذلك يعني. بعد ما بنخلص الخبيز بيتحط مثلا خمس ست بصلات عشر بصلات في قلب الفرن بعد الخبيز، درجة حرارة الفرن تسويه حلو، ونشم ريحة البصل على بعد كيلوهات. شوية بطاطا حلوين مغسولين يتحطوا في الفرن، شوية بطاطس في الفرن يتغسلوا ويتحطوا، وهكذا، ويا رب يرجع الزمن الجميل ده بعد ما بنخلص الخبيز بتاعنا. فأنا هرجع للمدرسة دي بتكنيك عالي شوية. طاسة سخنة على النار، بحط البصل زي ما هو سليم كده من غير أي مادة دهنية، خالص زي ما هو كده، مش هقرب منه ولا احط لا زبده ولا سمنه ولا زيت، حلوه، واسيبه كده. ايه الفكره هنا مغازي؟ الفكره في ان انا بشوي البصل هنا بطريقتي في طاسه شديده الحراره، بسيبه والله العظيم بدات اشم ريحه البصل، والشاهد على الكلام ده الاساتذه المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري، الله يكون في عونهم مع الريحه الحلوه اللي احنا بنشمها. بدات اشم ريحه البصل لانه بينزل سائل لطيف وجميل بيصطدم مع درجة حرارة الطاسة فبيديني روايح حلو قوي. هسيبه على النار كده زي ما هو واشوف اللي بعده. عند حتة اللحمة بتاعتنا نأمن عليها نسبة الدهون تقريبا فيها من 20 ل 30% بالشكل ده كده، وتبقى حتة لحمة طازة. ومدرسة المغازي بتقول إن اللحم الطازة ما يتغسلش بعد التقطيع، يفضل إن احنا نغسلها وهي سليمة. جبناها من عند الجزار سليمه، بنغسلها وهي سليمه وننشفها بشاشه ونقطعها زي ما احنا عايزين، شاورما نقطعها مكعبات حسب الرغبه. ولكن اذا جبتها من عند جزار لازم جزار معرفه ونثق فيه عشان اللحم ما ينفعش يتغسل بعد تقطيعه. ونحط الفلفل ده كده هنا، ونحط البهارات بتاعتنا اللي هي القرفه الخشب والحبهان السليم
البصل هنا بيتشوي، ورق اللورو بالشكل ده كده، واقلب كده. انت تشم ريحه البصل الحلوه اهو، هقلبهم كده من وقت للتاني وانا رايح جاي عليهم كده اهو. وعندي بقى ميه بتغلى على النار، شفت البصلايه كده اساتذه المصورين، شايف البصله اللي بتحمر ازاي اهو، بدا ياخد لون من غير لا سمنه ولا زيت ولا زبده. طب ايه السبب يا شيف مغازي وايه الهدف من ورا ده؟ ان انا بشم ريحه البصل المشوي في قلب اللحمه والتوابل ده على الناشف حلو قوي. عندي حله بتغلي على النار فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل اهي زي الفل. ميه، بدل ما استخدم ميه عاديه بحط فيها فص ثوم، شويه بصل، شويه كرفس، تبقى عندي زي شوربه خضار. ما استخدمش مكسبات الطعم خالص، حضراتكم شاهدين على كده من يعني من سنين فاتت، بعتمد على اصابع يدي العشره اللي هي اكله ام وامهاتنا واجدادنا، انك انت ببساطه تقدري تطلعي طعم الاكل بتاعك. هناخد الشوربه الحلوه دي كده اهو في قلب الطاسه الله شويه ميه صغيرين كده ما حطيتش لا سمنه ولا زيت، انا عايز انزل الفليفر والطعم بتاع ميه البصل دي المدرسه زي ما انا شغال كده زي الفل واستنى على الميه دي ما تنشف شويه ناخد اللحم بتاعنا نسقطه كده. فين السمنه يا شيف؟ فين الزبده؟ هستغل الدهون اللي موجوده في حته اللحمه، هتسيح دلوقتي مع الطاجن بتاعي ويبقى انا كده ايه استفدت بالدهون اللي موجوده من غير لا زبده ولا سمنه ولا زيت. احنا مش هنقول رجيم برضو عشان ما ناخدش الكلام بمعنى تاني، احنا مدرسه تانيه ان انا اعمل طاجن اللحمه بالبصل القورمة، فانا عايز البصل هنا سيد الموقف، عايز البصل هنا هي اللي ريحته حلوه بالشكل ده كده. مش عارف حاطين له خضار كتير ليه مع اللحم بس حته اللحمه ملبسه حلوه تتاكل وهي نيه. هي اللحمه بتتاكل نيه؟ طبعا يا شيف، الكبه النيه المشهور بيها المطبخ اللبناني، اخواننا ببيروت، حته لحمه هبره تتجاب من عند الجزار، تنطحن ناعم، تتفرم ناعم، بتاخد يا عم الشيف يا اما برغل يا اما بقسماط يتفرم عليها، وحبتين عين جمل مع معلقه هريسه حلوه مع ورقتين نعناع اخضر، كل ده بمفروم ناعم عامل زي الحمص الشام، بعدين يتدور في الطبق زي الحمص الشام، وبعدين تزين بعين الجمل دي بالنسبه للكبه النيه. شايفين اهوت ليه سموها كبه نيه؟ لان مكوناتها نفس مكونات الكبه المقليه، لحم وبرغل، بس دي طبعا بتتفرم على الكبه وبعد كده تتقلي او تتعمل صينيه، ده بالنسبه للكبيبه. اما الكبه النيه ني في ني، برغل ني بيتغسل بتاع التبوله، بيتحط على لحمه هبره مع نعناع مع عين جمل مع بقسماط مع معلقه هريسه حلوه ملح وفلفل، وفي الاخر ينزل على المفرمه ناعم جدا او في الكبه، وهي دي الكبه النيه. ويفضل تكون اللحم طازه مش مجمد، واللحم ما يتشالش في التلاجة اللي عايز ياكل كبة نية دي أكلة مشهورة جدا في المطبخ البيروتي أو اللبناني عموما. طاجن اللحمة قدامنا على الشاشة من غير لا سمنة ولا زبدة ولا زيت. هتحط الزبدة إمتى يا شيف؟ مش دلوقتي خالص، لما الطاجن ده يقرب يستوي زي ما هو كده يا عم الشيف، بخليه على النار من وقت للتاني، بغطيه واسيبه على النار. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لمدرسة المغازي لعمل طاجن اللحم بالبصل القورمة. هتقول لي ايه الجديد؟ انا عايز تصبر على رزقك كده عشان الحاجة اللي لما بتيجي على الهادي تبقى حلوة ولطيفة. حلة على النار او الطاسة فيها البصل شوحناه من غير لا زبدة ولا زيت ولا سمنة، حطينا اللحم بتاعنا والتوابل بتاعتنا اللي هي الناشفة اللي هي القرفة والحبان والورق اللورو، كل ده مع بعض. عايزين نشتغل في الطاجن لسه مع بعض، هنحط هنا مكعبين من الزبدة، هنا بقى الصوص بتاع البصل وصوص اللحمة بقى اللي احنا بندور عليه بتاع المطاعم ركزي بقى في الموضوع ده كده دي زبدة، بحط على الزبدة دي فص توم. الله عليك لما تشتغل بالإبداع، ده التوم مع الزبدة، سريع الاحمرار التوم مع الزبدة، بحط شوية زعتر،
هنا السر، هنا بقى السر في الطاسه، وجبنا الخلاصه زي ما بنقول. نقلب كده. تومه، زبده، تومه، زبده، زعتر. عندي الزبده وعندي التومه والزعتر، معلقتين دقيق، سريع التقليب كده علشان طعم الزبده مع الدقيق اشمه. مدرسه البشاميل، عايز الايه، البراون صوص اللي هيطلع نتيجه تحمير الدقيق مع الزبده والزعتر. التحميره دي مطلوبه، خلي بالك. انا ما زلت بحمر الزبده مع الدقيق مع الزعتر والثوم، زبده ودقيق وزعتر وثوم، اربع حاجات، ما حطيتش حاجه تانية. شغال انا كده لغايه لما اشم ريحه الدقيق والتحميره. شفت القصه دي؟ اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد اللحم ده اهو، شفت اللحم، وانزل بيه هنا كده. هي التركية دي مهمة جدا. اخد شوية يعني كده، كمان كل الكمية. شفت البصل نازل ازاي؟ استوى البصل واللحم استوى، من غير لا زبدة ولا سمنة ولا زيت. زي ما هما كده. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ يلا. يلا بينا يا شباب، يلا. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ده المطبخ. يا ويلي، الطاجن بيتكلم مصري، لان طعم البصل المصري هنا مسيطر، حتى لو كانت اللحمه لحم يعني، بص بقى ايا كان نوع اللحم. بس خلاص زي الفل. نقلب كده الدقيق اللي مع الزبده اللي مع الزعتر، بيديني قوام للصوص الحلو بتاعنا ده كده، اللي اللحم والبصل عايم فيه، واسيبه على النار كده يغلي. طعم الزبده مع الدقيق مع الزعتر مع الثوم، الف انا وشاف. نعم ده اختياري، عايزه احمر بنحطه طماطم، بس للامانه مش عايزه بالطماطم، يعني عايز اللون بتاعه ده كده علشان التفاصيل تبقى باينه. لو حطيت طماطم هيبقى يعني اللون بتاع البصل مع لون اللحمه كله مش زي بعضه، فانا حابه يبقى لونه ابيض كده لطيف وجميل. ده طاجن اللحم بالبصل القورمة على طريقه المغازي. تاني التفاصيل، حمرنا البصل من غير لا توم ومن غير لا زبده ولا زيت ولا سمنه، خدنا الريحه بتاعته، نزلنا عليه بالتوابل، نزلنا طبعا باللحم بتاعنا وبقرن فلفل حار عشان يبقى فيه شويه سبايسي، وسبناهم يستووا على النار نص سوا. كنا مجهزين في طاسه تانية زبده وتوم ودقيق، حمرناهم مع بعض وخدنا طعم الفليفر بتاع الصوص او بتاع البشاميل، نزلنا بعد كده باللحم ونزلنا بشوربه مغليه او بوكيه جرنيه من اللي موجود عندنا. شايفه بدا اللحمه او ياخد القوام. شفت القوام بتاع حته اللحمه بدات تتغلف. تتغلف يعني ايه؟ بتتغطى بالصوص بتاعنا الجميل الحلو. زي الفل يا عم. دي عايزه رز بشعريه، معانا رز بشعريه، ايه الحلاوه دي؟ دي عدلها شويه رز بالشعريه او رز ابيض. دي لو خدت كاري يبقى لحم بالكاري زي ما هي كده بالطريقه المصريه، عشان نبقوا عارفين برضو التفاصيل ماشيه ازاي. كل ما تغلى على النار كل ما حته اللحمه تاخد القوام وتتغلف. والبصل يتغلف بالصلصه بتاعتي او بالصوص بتاعي اللي هو البراون صوص. حلو قوي. ايه رايك في الطاجن ده؟ تمام. طيب نشتغل في الطاجن بتاعنا. اخبار اللحمه يا ويلي، شايفين شويه اللحم الحلوين دول؟ اغرفها كمان بالمره؟ عينيا، حاضر، هي جاهزه. بس عايز اغرفها بشكل حلو قوي، او ما اعمل ايه بقى؟ تركايه هنا، اجيب طبق التقديم ده كده الحلو ده كده. وعندي كسرات من الخبز، خبز البتاوي بتاع الريف المصري بتاع الصعيد المصري، ده خبز بتاوي. اذا موجود عندك، مش موجود ممكن تحمصي كده رغيف عيش حلو. ركزي بس عشان انا بديك هنا التركايه، وان انا بجود في شغلي عشان بحبكم. ده خبز بتاوي بتاع الصعيد الجميل الحلو اللي انا بحبه. نقطعه كده او نكسره كده. ده للتقديم، حلو ولطيف. ده مش موجود، هو موجود في اي سوبر ماركت من السوبر ماركات الحلوه. ممكن تجيبي عيش بتاعنا عادي وتحمصيه وتكسريه بنفس القصه بتاع الفته، بس احبه بالشكل الكبير ده كده. وناخد اللحم الحلو ده كده. الله.
ونسقطه هنا كده على وش الخبز. والصورة الحلوة مع الخبز الصعيدي تتحدث عن نفسها. وبصل كويزات، بصل قرمة من خير أرضنا مع حتة لحمة كندوز، وبتكنيك عالي من الخبرة والخبرة الطهوية كالعادة. ايه ده البهريز ده، اقول لك تاكل سبع كرات. هو ده الف هنا وشفا ليه اللي ياكل من ده. طلعوا لي فاصل يا شباب عشان نرجع نعمل مع بعض احلى طاجن فاصوليا جميل جدا، او يخنه الفاصوليا الحلوه بالطماطم. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل.